يقول إذن فالأسباب تملكت السببية. يعني ماذا؟ يعني أن العين ترى، فسبب الرؤية هي ماذا؟ العين. فالأسباب تملكت السببية، فالرؤية لها سبب حقيقي وهو ماذا؟ وهي العين. فالعين سبب، ولكن هذا السبب لكي يتحقق منه المسبب وهو الرؤية يتوقف على ماذا؟ على الإذن الإلهي. وفي الموضع الذي يشاء الحق أن لا يؤثر هذا السبب في إيجاد مسببه، العين موجودة والرؤية موجودة والمسبب يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا، يعني مو نجعل أعينهم عمياء، لا لا لا، أعينهم ترى ولكن يرونك أو لا يرونك؟ لا يرونك، لأنه هذه العين إنما ترى ليست علة تامة، ليست سببا تاما، ليست سببا مستقلا عن إذن الله سبحانه وتعالى حتى يترتب المسبب وجد معه الإذن الإلهي أو لم يوجد معه الإذن الإلهي. فالأسباب تملكت السببية، التفتوا جيدا، بتمليكه تعالى. وهذا ما قلناه فيما سبق أنه الرابط بين السبب والمسبب ليست رابطة ماذا؟ ذاتية، وإنما رابطة جعلية، الله جعل هذا سببا وذاك مسببا. وإلا إذا كانت ذاتية كانت بتمليكه أو ليست بتمليكه؟ من قبيل الزوجية المترتبة على الأربعة، الله جعل الزوجية مترتبة على الأربعة، لو ذات الأربعة يترتب عليها الزوجية ذاتها، فلهذا قلنا يستحيل التفكيك فيما بينهم. أما هذا سبب لذات أيضا ذاتية أو بتمليك الله وبجعل الله، لا، بجعل الله وبتمليكه سبحانه وتعالى. فالأسباب تملكت السببية بتمليكه تعالى، ولكن عندما صارت سببا وملكت السببية وتملكت السببية صارت مستقلة، قال وهي غير مستقلة في عين أنها مالكة للسببية. هل سألتفتون المطلب جيدا؟ يقول وهذه هي معنى الشفاعة الإلهية. هل شوفوا الشفاعة كيف يفسرها، والشفاعة في ذهن العرف والعامة بأي معنى؟ يقول وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه سبحانه بالشفاعة. يعني هذا السبب ما لم يشفع بالإذن الإلهي يؤثر أو لا يؤثر، وهذه هي الشفاعة الحقيقية. أما أنا وأنت لعله قبل نقرأ هذا المطلب عندما كنا نسمع الشفاعة مباشرة الذهن يذهب إلى هاي الوساطات العرفية الموجودة، بأنه أنا أقضي لي حاجة وشغل ماذا يقضى، فأجيب لي ماذا؟ أجيب لي في الواسطة وياي، أجيب لي في الشفاعة وياي. ما أدري ملتفتين المطلب إيش ده أقول ولا؟ وآخر بعض مما يؤسف له يفسر الشفاعة يتصور بأن الشفاعة الإلهية يوم القيامة هاي الشفاعات العرفية يتصور. هذا يقول لا توجد بيننا وبين الله واسطة، نحن ما نحتاج إلى شفاعة. لا، الشفاعة مرجعها إلى الإذن الإلهي، يعني هذه الأسباب ما لم تشفع، وبعبارة أخرى الشفع في مقابل الوتر بعد، يعني هذه الأسباب ما لم يأتي الإذن الإلهي فهي وتر فرد، تستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع. متى يستطيع على الفرد ان يؤثر؟ اذا شفع، اذا جاء الاذن الالهي. صار واضح معنى الشفع ما هو ومعنى الشفاعة ما هو؟ قال وهذا المعنى هو الذي يعبر سبحانه عنه بالشفاعة والاذن، فمن المعلوم ان الاذن انما يستقيم معنى. هل تخلوا به المعنى.